عليكم بنات كبيرين، لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير في احوال جيده. مرحبا بكم معايا فيديو اخر من قناه سلسله الفاشن كديري مع الصودات. اليوم ان شاء الله باذن الله فيديو خفيف ظريف، ما فيهش بزاف ديال الحوايج. تبعوا لا فيديو حتى الاخر. كنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم لا ليا ولا القناه اللي كنطلبت منكم انكم تدخلوا عندها وتابونوا عندها. لهلا يخطيكم، شكرا لكم بزاف، ما حشمتونيش. وان شاء الله باذن الله كنوعدكم بدروس راه غنحط ورا هاد لا فيديو غير بنهار. بحال دابا مثلا حطيته اليوم، الغد ليه غتلقاو فيديو ديال الدرس ديال الكميم اللي كنتو طلبتو مني ديال هاد العبايه هادي. كنلقاها بزاف لي كومونتير وكتسولوني عليها بزاف على حساب هاد كيفاش مخيطه وداكشي. المهم غادي ندير لكم درس ديال هادكم، ضروري غندير لكم درس ديال هادكم. هو اللي غيجي ورا هاد لا فيديو هذا اللي غنبين لكم فيه لي موديل. خليكم تبعوا لا فيديو حتى الاخر، شجعوا على الناس اللي جام كيف ما عارفين. اللي جام هما اللي كيزيدوا يبينوا لا فيديو كثار، وكل ما كيتشاف الفيديو كثر وكديري جام كيزيد يقترحوا اليوتيوب كثار. انا واخا بديت كنحاول نرجع هاد الايامات، ولكن اليوتيوب ما بقاش كيقترح القناه ديالي كتكون عندي شويه مشاهده هابطه. المهم انا كنبغي نشرح لكم باش هكا تعاونوا معايا. اول موديل هو هذا اللي لابساه الجيليبه، غنيه عن التعريف، كتعجبكم بزاف بزاف، بغيت خدمت معكم الدرس ديال الفصاله ديالها. هاد الجيليبه ديال حنان من طنجه، عندي اليوم جوج كليانات من طنجه. غنوريكم هاد الجيليبه، وكاينه واحد الشميز في توريتها لكم ديال الاولى، هادوك نوريهم لكم حيت باقي التويبات ديالهم باش الا بغيتو تحطوا عليهم. مرحبا، واللي دخلت جديده القناه تشوفهم واخا فايته وريتها لكم شحال من مره. هذا راه قريبا العبار ديالي، فيها جويبات هكا كتبان سبور وزوينه وانيقه. شوفوا الجياب كيفاش دايرين، وفيها هاد الفتيحه غنحيدها ونوريها لكم. هاد الفتيحه اللي فيها الصيفات طرادق، هذوك راه كيتحلوا كتجي سبور وزوينه. كنقول الحنان تلبسها ان شاء الله بالصحه والراحه. وفيها هاد الرابط بحال ما هكا، فيها هاد الصيفات وجويبات اوليمونش هكا كيجيو مضوبلين مغلفين بهذه الطريقه. بغيت خدمت معكم الخياطه ولا الفصالح ديال هاد المونش، ولكن في حاجه اخرى اللي بغات تعرف راه نوريها. غير تواصلوا معايا في الواتساب. البنات اللي ما كنجاوبهمش على الواتساب غير عاودي صيفطي ميساج لصوني وقطعي راه غنجاوبك. راح كيمشيو ليا الميساجات الا ما جاوبتش في هذيك اللحظه كيمشيو. جلابه ديال الجين فنه وانيقه وزوينه، بالنسبه للثمن 350 درهم. قب كيجي مغلف بحال هكا، غنحيدها ونوريها لكم اكثر. هي تقريبا كيف ما قلت لكم في عباري غير الكساف شويه هابطين عليا، ملي غتلبسها مولاتها غتبان ليها غتجيها احسن. هي ملي كتكون الكساف كيجيو نيشان كتجي زوينه في اللبسه. هاد الجينه البنات راه ديال ليكسبور، شي حاجه زوينه، كل ما كيتصبن كل ما كيزيد يطيح. راه وريت لكم في لا فيديو اللي قبل في الموديل الاخر، فيها سنيسله غير من هنا لهنا. كنقول مولاتها السيده حنان تلبسها ان شاء الله بالصحه والراحه. وعندي هاد الشميز ديال لولا، فايت وريت لكم شحال من مره، ولكن كنبغي نوريها باش تشوفها مولاتها وحتى باش يشوفوها الناس اللي كيدخلوا عندنا جداد. مرحبا والف مرحبا بكم كاملين. وقبل ما ننسى كنرحب بالناس ديال الجزائر، عندي بزاف ديما كيكتبوا لي دي كومونتير كيتعلموا حتى الفصاله والخياطه الجزائر وتونس، ولكن اكثر هي الجزائر. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا وشكرا لكم بزاف على لي كومونتير الزوينين. صراحه كيفرحوني، شكرا بزاف على خطاكم عليا. شميز هادي دارتها قصيره شوي على العلل الاول اللي كنت وريتكم. المهم اغلبيه درتهم اليوم تحت من الركبه شويه، واللي كتبغيها طويله كنديرها لها طويله. البنات هاد الاولى راه فن 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 فن، راه عندي انا شميز بحال هادي زوين بارد وحتى كيبان انيق حتى في اللبسه. كتجي من هنا فيها لي غيه هكا بالعرض لي بلي من هنايا والصيفات حتى هما. البنات اللي بغيتوني ان نخدم معكم هاد الدرس ديال هاد الشميز كتبوها لي في لي كومونتير، غنشوف اللي كان عليها طالب كثير غنحاول نديرها معكم الا شديت عليها الخدمه بطبيعه الحال. بلي هنا كتجي بحال هاد الطريقه، غنحيدها نوريها لكم اون ديطاي ونلبس لكم هذه. هذه البنات قصيره 280 درهم، طويله 300 درهم. كتعجبني بزاف البنات هاد الشوميز، واخا راه عندي فحالها كون كانت فشي لون اخر نفس الثوب كون خدمتها عاوتاني. المهم البنات راه فيها جويبات صغيره عليا واحد شويه، داكشي جاتني شويه مع نكشف الجيب. مولاتها قصيره شويه ولا حسب حتى الطول ديال الكميم دارتهم قصار. المهم كنقول لها تلبسها بالصحه والراحه، راه حتى هي من طنجه، يمكن سميتها كريمه ما عقلتش بالضبط على السميه. شوفوا البنات كتجي زوينه هكا بهاد الطرادق بهاد الطريقه بحال هكا. كيف ما قلت لكم انا بغيت نخدم معكم
الفصاله ديال هاد الشوميز قولوها لي، غنشوف لك انا عليها طلب كثير. راه غادي نخدم معاكم، بغيت نوريها لكم من اللور. ها انتم شفتوا كيفاش كتبان من اللور، كنتمنى يكون واضح لكم. وكنقول المولات هالبسه ان شاء الله بالصحه والراحه. كيف ما قلت لكم بالنسبه للثمن 280 درهم، الا كانت قصيره فحال ما هكا، ولا كانت طويله 300 درهم. كنقول مولات لبسها بالصحه والراحه، واللي بغاتها مرحبا والف مرحبا. حاليا راه باقي هاد الثوب، المهم في ما كيبقى كنخدم شي حاجه كنلقى بازال، باقي كاين الثوب ديالها كنبغي نوريها لكم باش اللي بغات تحط عليها. وحتى بالنسبه للناس اللي كيدخلوا جداد يشوفوا لي موديل الا كانوا ما شايفينهمش. بغيت نهضر لكم على واحد القضيه، على لا بانتور، على هاد لا بانتور. ملي حطيت لا فيديو ديال هاد العبايه، بزاف اللي سولتوني على لا بانتور وقلتوا لي خدمي معانا، خدمي معانا هاد كيفاش كتطراسي وكيفاش كتخدمي زعما لا بانتور. المهم راه كاين درس قديم، راه عنده دابا شي 3 سنين، ولكن فكرت نقدر نخدم معكم هاد القضيه وكنقدر ندير فيديو يكون لايف. علاش فكرت في هاد لايف؟ المهم غنشوف على حساب، كتبوا لي نتوما في لي كومونتير وغنشوف الا كان عليها. الا كنتو باغيني ندير معكم هاد القضيه غنبدا نديرها مره مره، نديرو لايف نعلمكم باش نبقى نسول، نبقى نقرا لي ميساج ديالكم، الاسئله ديالكم، ونجاوبكم. حس كل وحده والسؤال ديالها على حساب نيت لا بانتور ولا اي سؤال هكا في الخدمه. مرحبا والف مرحبا. المهم بديت كنفكر في هاد القضيه الا بغيتوني نديرها، كنت شويه كنتخوف من ماشي كنتخوف، كان ما كنلقاش ليا الوقت. لايف اللي بغيتوها غنخدمها معاكم، هاد الرشيمه فحال ما هكا. وسولتوني بزاف على الرشيمه ملي خديتها من درب عمر. المهم غادي نحاول، يا اما غندير فيديو نهضر على لي ديطاي ديال لا بانتور، يا اما غدا نديرها لايف غنشوف الا بغيت نديرو لايف. نحاول نجرب ندير هاد القضيه، كتبان لي احسن. بزاف الناس كيديروها كتبقاي كيبقاو يقراو الاسئله ديال المتابعين ديالهم، كنقراو الاسئله ديالكم ونجاوبكم على كاع التساؤلات ديالكم. غنشوف على حساب الوقت، هو الوقت غيكون طبيعة الحال في الليل حتى نمشي للدار، على حساب الويفي ولا حساب بزاف ديال الحوايج. المهم انا قلت نقترح لكم هاد القضيه الا بغيتوها انا نديرها معاكم ونكملوها. البنات جاني صهد بزاف، كنحاول نزرب وكاين صهد بزاف اليوم. اليوم عندي الجديد البنات، الجديد شي حاجه اللي ما يمكن نوريهاش لكم. انا راه كنخدم البلد ديال البنات، ولكن كنحاول ما نشدوش بزاف حيت فيه شويه ديال كيحتاج الوقت. اللون راه ماشي بحال اللي في الفيديو، غنحاول نقاد التليفون. والو البنات حاولت نبدل نقاد زعما التليفون، هذا راه غوز فوشيا، غوز مغلوق، ما عرفتش كيفاش كيبان في التليفون. مهم علينا، هذا قفطان ديال جوهره، شوفوا لي جوهره البنات كي دايره. المهم هذا راه كديره حتى هو البيع، ولكن صافي خدات واحد السيده كتجيني من العائله، وعندي واحد اخر للبيع على شكل غوب غنوريه لكم. المهم هاد الناس قلت نبدا نشد بحال هكا هاد الشكل ديال القمايص، اولا غنوريكم حتى جلي لباس. انا الشكل ديالي ديال الخدمه ديال البلدي كنخدم شي حاجه اللي خفيفه هكا، يا اما بالكترفيل، يا اما كتكون شي حاجه داخل فيها الرومي، داخل فيها لي بلي ولا صديفات مغلفين ولا شي حاجه اللي كتكون روميه، ما مشارجياش، ما كنخدمش الطرز وداكشي اللي ثقيل. المهم غنشوف، غنبدا نشد بحال ما هكا هكا طالعين، ما كاين لا لي سياج لا شي حاجه، حيت البلدي اللي كيخليني ما نخدموش انه كيحتاج لي سياج، والناس كيبغيو يجيبوا الكتب، ما كاينش عندي الوقت ديال هذا الشيء. المهم اللي بغات بحال ما هذا الشيء وعندها العبار ديالها غنوريها تويبه ديال جوهره اللي نقدر نجيبو ليها ونخدمو ليها ونصيفطو ليها كيف ما كنخدمو في الرومي. المهم البنات شوفوا لي خديمه كيفاش داير، شوفوا لي القميص كيفاش داير، شوفوا كترفيل كيفاش مخدوم، فن البنات كيفاش بحال مخدوم باليد البنات، خدمه ديال الماكينه متقونه وزوينه. دريس شوفوا دريس رقيق، وهنا مخدوم بالضفيره رقيقه وبمفتل وطرسان. شوفوا لي الكول كيفاش مخدوم، خديمه هكا، وهنايا ما دايرهش صديفات، دايره غورميطه، شوفوا حتى هي شحال متقونه، تويب رائع، تويب فن. المهم هادو راه غندير لهم ان شاء الله باذن الله 600 درهم بالثوب البنات. الثوب جوهره ماشي هذيك الرخيصه، الكاليتي مزيانه، هذه راه جوهره حره، شوفوا فنه، تويب طايح وزوين، ما كيتشنتف ما حتى شي حاجه. شوفوا الزواقه كيفاش دايره، ندور لكم الثوب هكا باش يبان لكم. كاين عندي هذا غادي نلبسو ونكمل معاكم ونوريكم القميص الاخر حتى هو. شوفوا لي البنات القفيطين كيفاش جا، مهم وراه كبير شويه.
القفطان الاخر اللي فصلته مبدله. المهم خليكم متابعين الفيديو، خليته هو الاخر حيت درتو على شكل غوب. شوفوا لي يا بنات، انا نعطيكم لا كنت غنقول لكم نعطيكم العبارات، نسيت بانه هذا صافي راه تباع. المهم شوفوا لي الخديمه كيفاش كتجي، شوفوا تلاش هابطه بعدا نستوق، ولكن شوفوا تلاش هابطه كتجي هكا هماويه، ما كتجيش خدمه سواقيه. شوفوا لي داك الضريس شحال رقيق، كيفاش داير في الـ الكول، وحتى في لي مونش. شوفوا لي مونش فن البنات. بالنسبه للثمن 600 درهم، توب زوين وخدمه فنه ورائعه. كما قلت لكم غادي نشد بحال مع هكا الخدمه، ولكن غتعطوني العبارات ديالكم ونخدمهم لكم هكا طالعين. غنوريكم التواب قبل، فيه بزاف ديال الزواقات اللي نضمن لكم ان جوهره شي حاجه اللي زوينه دايره الثمن، ماشي هذيك جوهره اللي رخيصه، حيت دابا كاين في السوق بزاف جوهره كتكون شويه رخيصه. والقميص هذا الغوب قفطان غوب، عرفتوا راه ما كيبانش اللون بحال مباشره، ما عرفتش علاش كاين شي حاجه في التليفون مش هنا كيبان واحد اللويه في شكل واحد الخضر تيقولوا ليه خرشفي. درت لها قطيعه البنات هنايا تيتلبس عاد غيبان لكم لي بلي بحال ما هكا. البنات هذا القميص يقدر يجي حتى لشي وحده حامله يجيها زوين، انا غنلبسه باش غيبان لكم حيت راه غوب ماشي قميص في الفصاله ديالو. لي مونش هكا بوفون فيهم لا فيه لاستيك بحال ما هكا. بالنسبه لهذا حتى هو 600 درهم، هذا راه هابط حتى لتحت البنات. شوفوا لي شحال كلوش كيجي رائع هكا في مناسبه خفاف. دابا انا ما كنبغيش نصور في الليل على قبل الوان باش يبانوا لي كيف ما هما. ودابا عاوتاني الشعر الصراحه كيعصبني هاد الاضاءه كتعصبني، ولكن معليش المهم هو يبان لكم الشكل. اللي بغات شي حاجه راه غنعاود نصور ليها اللون كيف ما هو. المهم البنات هذا راه البيع، انا غنلبسو ونعطيكم العبارات اكزاكت. المهم الثمن 600 درهم، نوريكم لي ديطاي. شوفوا لي الرشيمه بعدا، شوفوا الرشيمه ديال كترفيل شحال متقونه وغزاله. شوفوا الاتقان ديال الرشمه، فيها ضفيره هابطه لتحت هنا، راه كاين ضفيره ومفتل وطرسان عند هاد العقيدات قرنفله، كيجيو متقونين وفنين البنات. غنلبس لكم اخر موديل عندي ونقول لكم العبارات ديال هذا ونكونوا كملنا لا فيديو. شوفوا لي البنات، شوفوا لي القفطان كيفاش كسيوة، هذا ماشي قفطان. مهم فن البنات، التوب رائع، خديمة هي ما نتذكروش عليها. شوفوا لي البنات لي مونش هكا، صراحة شي مناسبة خفيفة فهاد الصهدرة تلبسيه هو. المهم البنات اللي دوات معايا هي الأولى اللي غنقول لها اللي غنكونفيرمي معاها ونقول لها بالصحة والراحة. نعطيكم بعدا العبارة، أنا عارفة بزاف المتابعات اللي عندي في نفس هاد العبارة، داكشي حاولت ندير العبارات اللي عارفة مكنشدهم بزاف. المهم البنات في الكتاف في الكتاف 40 قدري، في الصدر 29 كنعطيكم العبارة إكزاكت. صدر الكتاف 40، صدر 29 هنايا في الحزام في 26. ضروري نعطيكم الحزام حيت كيف ما كتشوفوا هو نورمالمون خصو يجي مقبوط حد شوي، انا درتو كبير على حساب زعما ما درتوش في عباري على حساب العبارات اللي عندي، خصو يكون شويه مقبوط من هنايا. المهم 26 هنايا ياك، هنا راه كلوش البنات، واخا تكوني كتلبسي 36 راه غيجيك هنايا، ولا 37 راه غيجيك هنايا في لي هونش من تحت. ها نتوما كيفاش راه غوب، هذا راه ماشي قفطان، هذه راه كسيوه هكا شي حفله هكا خفيفه شي اسبوع ولا حتى عرس، علاش لا بغيتي تبقاي براحتك. المهم البنات راه ماشي ماجيش معاها هذا الشال 600 درهم. البنات اللي بغاتو دير سكرين وتواصل معايا في الواتساب، راه داير كامل بلي بلي. المهم البنات جينا فينا ديال الفيديو، كنتمنى هاد الشكل عاوتاني اللي وريتكم ديال البلدي اللي كنخدم يعجبكم. واللي بغات شي حاجه تواصل معايا في الواتساب، واللي ما كنجاوبهاش تعاود تصيفط ميساج، ولا الا ما جاوبتكش عارفيني غير ما شفتش اما خارجه ولا شي حاجه ما شفتش التليفون وكيمشيو لي ميساجات حيت كيوصلوني ميساجات بزاف دقه واحده. البنات كنتمنى نكون عند حسن الظن وسمحوا لي كنت كنطول لكم بزاف، حسيت براسي طولت شويه في هاد لا فيديو. المهم البنات الفيديو الجاي فيه الدرس ديال الكم اللي فيه هكا صديفه واللي فيه صديفات، وراه غيكون حتى هو درس يمكن، ولا غنشوف على حساب. غنخدم معكم حتى الدرس ديال القندوره اللي عجبتكم ديال البريده ديالي كنت وريتكم شحال هادي في داك اللون الخضر. المهم حيت شديت عليه خدمه داكشي علاش
غدا نخدمها معاكم ان شاء الله باذن الله. غنفصلها مولاتها وفي نفس الوقت غدا نحطها لكم باش تشوفوا الدرس. انا راه كنقرا لي كومونتير كاملين وكنحاول ندير لي في جهدي باش نكون عند حسن الظن. البنات ما تنساونيش من البارطاج ديال لي فيديو، هكا زيدوا تعاونوا معايا باش تكبر القناه، هكا باش كنزيد نشجع وكنحاول نعطي ما في جهدي. كنقول لكم شكرا بزاف، تنوا الفيديو الجاي. وكنراه من قبل كنقول ناسي شي حاجه بزاف، عاوتاني كتصيفطوا لي ميساج فين كاين المحل، فين كاين المحل، ما كاينش محل. البنات خدامه غير من الدار، كنخدم بالتوصيل. اللي بغات شي حاجه تواصل معايا في الواتساب، راه كنعطيك كاع المعلومات. كتعطيني العبارات ديالك وكنخدم لك وكنوصلها لك حتى لعندك فين ما كنتي، في كازا، خارج كازا، اي مدينه كتواصلك حتى لعندك. شكرا لكم بزاف، بالسلامه عليكم، تنوا الفيديو الجاي.